بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسوكم بها إن شاء الله تعالى. إمام كعب أخري سورة قرآن كاملة من الدجنية آيات كاملة، الله سبحانه وتعالى يقول لي هاي إن الإنسان لربه لكنود. من آدم كو فامد نعموين كربه كفريه anuma qaar waxay ku fasiraan waxay dhahaan waa qofka tiriya masaa'ibta iyo dhibaatooyinka, laakiin ishilmaansiya ama hilmaansan ama inshirsan nicmooyinka rabbi. Sidaa daraaddeed baa nin salafna waxa laga wariyaa qiso dhahaysa, wuxuu ahaabaa la yidhi aqraca ra'si, nin timala timo ka carareen, abras albadan barasna waa qabay, acma alcaynayn waa indhala'aa وعندما الحين سبحان الله بفترة ما هو داعي سما مشروع القدمين واليدين اللي ويهك عنها أنا ما بعد أغاقى الشرل بقدر صلاة سؤال تحيب ليجري الحمد لله الذي عافاني مبتلى به كثيرا من خلقه وفضلني تفضيلا إلهي بكم هالسن يفضل يقف يعني يرسي لبعطين خد عين بدر خلق الحمد لله إيه أنا فضلي لا وفي سيا عند ملها كان ملها برس بقبا تركس بترك حلاوة وح أو بدر حنا دف دوريا خد عينها ما قالني والله امتحان. ومع ذلك أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولو أقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيرا من خلق إذا وح بدن أو تري خلق بين هاي الرئيس ولا مركا وحالة نبى صبر كويري بما عافاك إذا حوك عافي ها يا ابوك عافي وضع وين دلع على هاي برس ما قبت ها كم ما قبت شد ها شو لما سوقت هاي ما هاي رايك عافي مرك هو كويري وحولي وين حتى وإلهي وإير اللسان الداخلة عرب الله فوق سبحانه وتعالى وده الحمد لله الحمد لله وما أنت وضع رك كان سيد هو جسنا إن بدنا قرآن بأخرين إن بدنا نويد كذين inbadan allah subhanahu wa ta'ala laakin dad badan oo nala mid ah oo nagu aqliya qaar ka muslimiin badan yihiin hadda banaan kaanu baxdoon khaad oo fadhiya adi ilaahay baa ku wafajiyay subhanahu wa ta'ala inshaalla aan soo bash xuf waa dhalin oo ana alhamdulillah oo aan dhahna alhamdulillah wada ku cilsa alhamdulillah alhamdulillah ilaahay baa ku wafajiyay subhanahu wa ta'ala quraan baa akhristay saadka soo gashay salaad baa dhigtay waxaa laga yaa inaan meel dheer ka soo lugay saxta نعمات الله بك سبحانه وتعالى قلب جاس إلى جزور قلب جاية وخذ رأي الشيخ إنك بخذ هاي وقلبا شاكرا إلى يوصي قلبك وحمد يا الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله هاي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا إن الإله عرب خصوص هاي ستد قلبي أذكر شكر سون نعمات الله السنة ووحى له الكريم وبدنا على البلاء صابرا وخذ هاي شرنا إلى يوصي وخص صبر يا رب تقبل عمل وديد بخود عوينا سمتا دا صبر ويديد وشايدان مكهو قامنا ويوانهم بخاط بوريا ما كان يقفوا خير هلانا وينو كحمتو وديد بخود عانا وينو كشكري وديد بحديث ونبي صلى الله عليه وسلم قف مؤمن كا حال في سلم ما انت سوا خير ها حدي خير حدو خير هلانا وشكرنا يعني حدي بخود عانا وصبر يعني لبضا من أجر بالله لبضا من أجر بالله مركا طبعا أركي سائم بطن إيم بطن أن يغين عمانك ألسي حد ما دارين شلي دان بان قبر أركي وحيدا يزيل يخوي مسين عليه إلى هاي يخوي مسين سبحان الله وعن كده هاي حاد عي وعي تري بخص العي ما هيستو وعن كده دي العي تدور لنا وصيو قولوا يحضو عفمات على يقعد يحو عفمات الناس بيه عقعد وعي تري عفمات كي لا يسي وعن كده هدى بحادة ناحي مسين waxaan ku dhaca afmada indhiso hadii hal wal gaajir ka waran laayn u soo ay tirmay marka dhowr shay sheegay carartayba waxa lug iyo gacan iyo faas baa jaray aan u dhahay wal laayb ay soo baxsan maana way sadareen sanayni way ogtahay nicmooyinka Alla subhanahu wa ta'ala tii daraaddeed in badan oo naga mid ah ayuu aan dibaad haysanin cudur qabinin caafimaad haysta lacag haysta hadana waxa laga yaabaa inuu dareen sanayn waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala إن مساء إفصالك تطلع إن مساء عربات لغو سيحية إن مساء عمتد عونك سرنين إن مساء عمنا بهي سنين
lacag iyo dhaqaale iyo deeda kula nabad iyo diin iyo waxa ilaahay ku siiyey wax la tiri karama. Allah mxuu leeyahay subxaana watacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha, haddaad damacdaan ee nicmada kala tirisaan ma soo koobi kartaan. Sidaa daraaddeed waa in qofku mar kastaale nicmooyinka ilaahay siiyey subxaana watacaala ku xamdiya. Waxay dhahaan culammadu nicmooyinka alla ku siiyey waxaa lagu kibgareeya, waxaa lagu hayaa shukri nicma, alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah. Hadda khaasatan wallahi wax aad uga helaa wadamada muslimiinta uga gaar khaas dadka carabta, qofka isagoo xataa aan multisim ahayn oo diin badnayn maantana xamdigaa lagu hayaa alxamdulillah 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 alxamdulillah. Marka carabka waa inaad bartaa, waad dikri allah ku celisid, khaasatan nicmada ilaahay ku siiyey inaad ku xamdisa xamdiga allah. Waa qof inuu amarka amaamata alla siiyey subxaana watacaala wax alla qusna samaysid wuxuu kaa reebana ka hadi, waxay muujinaysaa inaad tahay qof nicmooyinka alla hogaansan amarka alla qaatay. Haa, sidaa daraaddeed waxaa isku weerarujeynaa waxay tahay in allah subxaana watacaala nicmooyinka ulsiyan wa xamdino. Allah wuxuu leeyahay in shakartum la aziidanna, haddaad ku shukrisaan nicmooyinka alle ilaahay waa idin kordhinaya subxaana watacaala. Haddaad ku kufrisaan diidaan ilaahay waa mid ka deeqsoon adduunkan iyo waxa abuuray dhammaantood ilahay uma baahna, annaga alla ubahan subxaana watacaala annaga ubahan. Sidaa daraaddeed marka in mar kasta qof uu dareensanaado uu ogyahay waxaan u haysa allah siiyey subxaana watacaala, waxaa dil uu alla qusay tirinaa saa hore usheed ma tiri kartid. Laakiin in qofku oon inta uu garanaya xataa inta markaa hortaa ka muuqata aad ku bararagto allah siiyey subxaana watacaala wabilahi tawfiq.